أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن يصلي الضحى أن يقرأ في صلاة الضحى إذا كان يصلي 8 ركعات أن يحمل المصحف ويختم في هذه الصلاة؟ يقرأ ما تيسر، يقرأ ما تيسر، أما حمل المصحف يكون في صلاة الليل أحسن، ما صلاة الضحى ما يحتاج يحمل المصحف، يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يختم في صلاة الضحى، الختم إنما ورد في صلاة الليل أو في صلاة التراويح. نعم.